30 دينار تكفيك مصروفك اليومي ولا في ظل غلاء الاسعار نشاهدوا فيه اليوم 30 دينار تكفيك ولا ما تكفيش؟ 30 دينار 30 دينار شوف شري بيت راه شنو باش تعمل مصروفك تاع كل يوم تاع كل يوم ما تكفيش. و30 دينار ما تعمل شيء، سان يبدا كاري ويبدا عنده مسؤوليه يبدا عنده صغيرات. 30 دينار شنو باش تعمل؟ 30 دينار شنو باش تعمل؟ ها هو ما تعدي الرجل هذا ترمدوا له 30 دينار ونتبعوه ونقولوا له برا صرفها 30 دينار حير من هاك باش تمارسي سنترال برا شوف الحم شوف الحوج ما لا تشوف وتخرج. انا المواطن التونسي يلزمو على خيل على خيل على خيل حتى مليون ونص ويبدا مش كاري. مليون ونص وما هوش كاري باش يعيز زاد متراد على مش شكل الفوق ولا لا هم الحمد لله مش شيخ فهمني معناتها ريتك يقول لك الحمد لله من داخل مش راضي عليها 100%. تكفيني ونعمه ما عندنا تكفيني مادام ما بقيت العيله ما عادش كبيره راسي راس العزوز ما يكفوني ونتفرهد به 30000 فرهدوا ولو هي كل شيء توا غلي كل شيء يطلع ما عادش راهم يكفوا بالنسبه للعائله ما يكفيهمش بصراحه. خي انت هيك توا تصور وتشوف مع العباد الكل تشوف انت عجبتك توا العيش نتاعنا غاليه نجم تكفي تنجم ما تكفيش. فما نهار تنجم تصرفها 30 الكل وتزيد عليها وفما نهار تكفي وفما نهار حتى اقل شوي مره هكا حسب حسب العائله وحسب الظروف نتاع العائله وكهو. لا ما تكفينيش حتى 50000 ما تكفيش. كيلو بطاطا ب 3000 واش كيلو طماطم ب 4000 الزيت ما ثماش السكر ما ثماش كل شيء غلي يا خويا. انا نهار نخدم ونهار لا راه تشوف شويه نهار نخدم ونهار لا 30 دينار ما تكفيش كري وماء وضو مش كفي خويا. دائما واش يقولوا ان بروفيرب يقول لك جامي الواحد يسيبوا لك لي موفيز نوفيل بور ديتروير لو مورال. هذه لازم نردوا بالنا منها. تونس ولا الجزائر راهم لاباس بهم قاعدين يخوفوا في الشعوب باش الشعوب ما تخدمش. هي كاين الخدمه كون الناس تخدم الجزائر تزدهر وتونس تزدهر. لبس بهم الارض اللي عندنا هنا كاين خير من الارض اللي في امريكا. بصح الشعب مخوفينه الشعب كون يخدم الشعب يخوف في بعضه. الشعب ما لازمش انت تقول الدوله تعطيك، انت هو اللي تخدم وانت هو اللي تعمل العمل وانت اللي تصنع وانت اللي تكون وانت اللي تجيب وانت اللي تخلص الضريبه والدول تزدهر باش باللي زوبيراتور ايكونوميك. 30 دينار تكفيك مصروفك اليومي هوني في تونس ولا غلاء؟ لا هي ما تكفيش يعني بالنسبه 30 دينار تونسي هي تعتبر اجر ضعيف جدا يعني ايه في المعيشه اليوميه ما تكفيها يعني مع المصاريف اللي موجوده تغير بعض الاسعار يعني ولكن تبقى تونس بلد الامن والامل. انت كل يوم قداش تصرف اكزامبل هون في تونس؟ 50 حتى ل 100 دينار. 50 دينار ل 100 دينار؟ لكن انا بالنسبه لي انا كمسافر يعني ممكن التونسيين ما يصرفون. انا بالنسبه لي عندي فندق يعني الاسعار يعني ترتفع شويه نكون نلحق هذا المصروف تاع 100 دينار. معناتها 30 دينار شخصي واحد تكفي. كي نقولوا عائله كي نقول لك انا حسب اخر احصائيات عائله تتكون من اربع افراد 50 دينار ما تكفيهمش. صحيح ما تكفيهمش 50 دينار عائله باربع افراد ما تكفيهمش. ما تكفيش 50 دينار ما تكفيهمش. قداش لازمهم مصروف كل يوم عائله تكون من اربع افراد؟ اقل شيء 80000. ما قريش 80 دينار اقل شيء. 80 دينار اقل شيء 80 في 8×3 24 2000 زوز ملايين و 400 هي توا يلزم على الاقل 3 ملايين في كل دار موجود كيك سوا واحده ولا بين المراه والراجل. عائله تتكون من خمسه افراد باهي قداش لازمهم كل يوم مصروف؟ خمسه وليدات معناها من غير كراية لا ماء لا ضوء لا حاجه مصروفهم هما بركه لمجتهم وماكلتهم وكل شيء كل يوم حتى لهم 30000 هذوما الصغيرات بركه خمسه صغيرات 8000 اعمل حسابك 8 بالخمسه يجوا 30 8 شو ياكل لك كل واحد ياخذ روبيكو من هنا وشويه لمجته 8000 كل يوم كيما نحكيو شويه ترونسبورهم
غادي عاد من شنعت هذه ما نحكيوش نحكي ابوي وصل ولو متكركر ولد والعم يروح والاخر يجيب فهمت خويا التونسي الزويلي ايش عامل في ظل هذا كل ايش حوالو بصراحه اعطيني الصحيح والله الزويلي عنده ربي يسوي الحاجه عنده ربي واسمه كريم هو اللي قاعد يرزق فيه راه كي تجي تحسب راه الحساب ما يجيش مقابل بعضه جبله فهمت خويا كي تحسب انت الحساب معناها الزويلي كيفاش قاعد عايش فضل ربي كبير هو اللي معايشنا هو اللي معايشنا ما كان ما فماش عبد لو كان رزق جا متوكل به بشر رانا ضعنا كل جاب ربي اختص روحه وخذها هو الرزق هو اللي يفرق في الارزاق ساعات نجم 20000 ربي كبرها تولي لك 100 وساعات نجم 100000 ما توليش 20000 البركة بركة ربي هي اللي قاعدة تسير فينا فهمت خويا وإن شاء الله نتمنى بركة العباد تولي تحن على بعضها والناس اللي فما ناس اللي عندها برشا فلوس وتشوف ما تشوفش منها شيء فهمني ديما ما عندهاش وديما يحب مليار يولي زوز وبزوز يولي خمسة يقول لك أنا حسب آخر الإحصائيات عائلة تتكون من 4 أفراد 50 دينار ما تكفيهاش مصروفها اليومي 4 أفراد صغار قرايتهم لا لا ما تكفيش اذا كان ندخلوا فيها القرايه وال لا 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 ما تكفيش كراسه ب 12000 تجي تزوز كراسه لاولادك كاو تاع الامر 30000 مشات في الولاد اما كيف تجي الوحده نتاع الجرد هذاك اللي يبثوا المعلمين الاولياء يشريوا الكراس والكتب وحده هذيك ما قرض ايه هما التونسي شحوالو بالحق في هذا الكل شعام احنا بيدنا تو ماناش فاهمين هل ترى عايشين مش فاهمين هيك مضى زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعبوا نعرفوش على الوقت كيف هذا شكون قاعد يلعب بالزمان احنا نلعبوا بالدنيا ولا الدنيا قاعده تلعب بينا قاعده تلعب بينا كي الموجه كور بينا مدينا على الشط ما تعرفش وقتها على نشاط تخرجك مش عارفين احنا بينا تو مصيرنا تو مش عارفين وشنو ماناش عارفين مصيرنا شنو والله اعلم اليوم هنا عايشين غدوه ما عاش واحد عارف روحه ترى ينجم يكمل يعيش ولاد ينجم ما عادش لا تكفي 4 50000 لا تكفي نتاعهم فطورهم كافي كافي لا بالترونسبور يولي مشكل يحبس غادي يعني عندك في الجامعه وعندك غير هذا يشترى يمشي اللي عندك يقرب في الجامعه برك يا خويا هي كراسة بحسابها هي كيفاش تحب وانت باش يخلطوا يعني 50000 تولي تكفي اما خويا منين بتجيبوها ال 50000 هنا ناخذ فيه 1.5 مليون في الشهر يا خويا انا نتريت كان طرت ناخذ فيه 700000 700000 اقسمهم على 30 يوم قديش والاحفاد بابا اعطيني هذيك والاخر اعطيني هذيك باش يفضلوا منها يقول لك انا قداه لازمك شهريه باش تعيش نفسانيا مرتاح شهريه في وقت هذا باش تعيش مرتاح 1.5 مليون والله والله اما 1.5 مليون حاول باهي 1.5 مليون باهي يعني 50000 باهي كل يوم يعني تعيش متفرحت كي خلق رب تتمتع تاخذ شويه حوت ثاني دخلت للمرشي شفت وخرجت والله ما خذيت شيء صدقني هاي علاش خاطر ما نقدرش كان جيت في بقعة أخرى تو كان نمشي للزهروني ولا أي بلاصة تو نشبه بالحوت خاطر بلاد زواولة هذيك أما مر سنترال مش نتاعنا احنا بصراحة والله هو نرجعوا ديما نقولوا تنجم ما تكفيش إذا فما ترانسبور بعيد إذا فما الأولاد خاطر مصروفهم ما لازمهم وماكلتهم وغوتي سوتو تو عاد الغوتي ما نحكوش على حليب ومشتقاته ودنيته إيه بصراحة ربي شرا يستر المواطن التونسي مسكين وأنا نقول التونسي مصدوم صراحة مصدوم التونسي مصدوم على هالوضع هذايا والحياة هذايا كيفاش باش يعمل معناها هذا معناها بصراحة ما عادش يشجع حتى اللي باش يعرسوا مساكن باش يشوفوا حياتهم ما عادش ينجموا يشوفوا الدنيا كما هكا يقول لك أنا فك عليا أنا باش نصبح مسؤولية وما عنديش دار وباش نكري نعرس أن نشري مبل صعيبة ربي إن شاء الله يقدر المواطن التونسي يقول لك أنت قداش لازمك شهرية باش تعيش نفسانيا مرتاحة شهرية على الأقل 3 ملايين 3 ملايين بالطبيعة هاو نقول لك نورمال لا نورمال زاده خاطر هيك تشوف باش تهبط تقضي ناس كلك فوفها فارغه دنيا نار راهي نار الدنيا بالحق العباد مبهته مش ساكته اما العباد تسخف والله العظيم ما عادش عندنا الطبقه الوسطى يا في البلافون يا اللوطة على الاخر وربي ان شاء الله يعمل لي فيه الخير خاطر احنا الظروف هذه قاسيه برشا وان شاء الله نطلبوا من عند ربي وربي الاول وان شاء الله السلطه ان شاء الله يسمعوا المواطن ويحسوا به كمان يحسوا العباد خاطر المواطن راه وقت يجوع راه باش يدور على بعضه الشعب باش يدور على بعضه باش ما عنديش باش ناكل باش نوكل اولادي شنو باش نعمل
انا تو ما عنديش باش نبكوا حليب لاولادي، شنو باش نعمل؟ شنو باش نعمل؟ صغار وراو العبد، راو انت ما تحيرش من روحك، ما تحير على اولادك، اولادك وقت يبكي يحب يشرب حليب ولا نحكي على الصغار انا، شنو باش يعمل؟